السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير عليكم. يلا هاي لافير، تعال لافير. هذه بلاصة مفقودة، معايا مفقودة، عليها مفقودة، دوكم فهمكم. هذه بلاصة هنا يا قليل وين تصيب واحد يبيع، قليل بزاف، فهمت؟ قليل بزاف باش تصيب واحد يبيع هنا يا مرسو تراب. طلعوا لنا لايف، اطلعوا معانا نوريكم ورانا بلاصة اكزاكت. بارطاجيونا الماكسيموم في لي جروب، بارطاجي من ديروا لها الرواد صاحبي. هيا خليك شي واحد يجي يشريه ويسعدو، ولا يجو جماعه ويشريوه ويقسموه على زوج ولا على ثلاثه ولا اللي هو. مرسو تراب هذايا ياكم تشوفوا فيه، فيه المساحه تاعو 6 ايران ما شاء الله. يلا 6 ايران ما شاء الله، صح زيد العزيز صافا لاباس خير الله يحفظك. يلا نروحو نوريكم المنطقه هذه. خدنا طلعنا غير لايف باش نوريكم المنطقه ونوريكم البلاصه هذه وين جايه اكزاكت، وين جايه اكزاكت البلاصه هذه. البلاصه هذه يحبوها بزاف هنا في بليده، علاه يحبوها بزاف هنا في بليده؟ لانها البلاصه هذه شوف باش تصيب مرسو تراب في البلاصه هذه ندور معاك وين تحب قليل، علاه قدامك كلش. وهذه البلاصه اسمها بني تامو، الطريق شوش على عريضه، يعني الطريق عريضة عندك. شوف واحدة عندك قريب 9 مترات في الطريق هنا، صح زنيقة امباس هنا البراني ما يدخلش، يعني تخاف قال لك ايمن تعرفوا بلي هنا البراني ما يدخلش. هذا هي اللي قلت ندير لكم اللايف عنده، اللي يبيع لك الشوا ويبيع الشوا هو 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 يبيع الشوا بصح في نفس الوقت وش يدير شغل بوشي، صح. هنا المسجد تاع ابو سعيد راه معروف هنا بني تامو، ومن بعد منه تباني مليح منه تخرج ديريكت تروح وين تحب، تروح لطرود شرق غرب، راك في بني تامو في الدخله تاع بني تامو. وهنا كاين كلش قدامك، لي غروسيس تاع لي غروسيس تاع اللي يبيعوا لي سوبيرات والبيسري كاع لهنا بني تامو في الهبطه مليحه. الحمامات شابين هنايا، الصطاد هنايا، كلش كاين. ها هو مسجد الحق، مسجد ابو سعيد هذا يا ما شاء الله الشيخ ربي يحفظه ان شاء الله، صحة ربي يحفظ كامل المشايخ والأئمة الجزائريين كامل، صحة. أيا هنايا رانا في بني تامو، مرسو تراب شباب بزاف خواتي العزاز، يعني راني وريتهولكم وين جاي، زنيقة امباس. دوك نخليكم نيميرو تليفون تاع موله ديريكت وتواصلوا معاه، مرحبا بكم وربي يحفظكم وبارك الله فيكم.